بعضنا يحب الأدب والبعض الآخر يحب العلم، لكن هناك من يحب الأدب والعلم معا، وهذه فعلا يعني ميزة لا تجدها عند كل الناس. بعضهم يجمع بين الأدب والعلم وبين الفن والعلم. ضيفنا القادم في حلقتنا التي بدأناها قبل لحظات من برنامج زينة الدنيا، ضيفنا الأول ماهر طربي. سلام قوي قوي قوي. اهلا وسهلا ماهر، تفضل تفضل لفوق هيك صرنا طول بعض. تمام تمام ماهر، نحن اصدقاء. نعم، ونرجو ان نضل اصدقاء يعني الى الابد. شو الصديق بيعملنا يا ترى؟ شو بيفيدنا؟ بيساعدنا وقت الضيق. بيساعدنا وقت الضيق، وبنقعد عنده وقت بنتضايق يمكن الصديق احيانا بيكون مثل اخ، ما هيك؟ نعم نعم نعم. ونعم انت فتى موهوب جدا، وقول للناس بايش انت موهوب. الهوايات. نعم، الرسم. الرسم ودق على البيانو. والبيانو وال في شيء مهم كثير، الغناء مع البيانو. غناء كمان مهم كثير، بس في شيء كمان مهم. شو عندك هيك هوايه بتحب تطالع تفتح كتب؟ شو كتب علميه؟ يعني كيف انت بتحب الكتب العلميه وبنفس الوقت تحب الغناء والبيانو؟ انا مستغرب فعلا، وبهنيك وبحييك وما الى جواب، معك حق. شو جوابها؟ هيك مزاجك، هيك براءك. تعالوا نسمع الان عزف البيانو على هذه الاصابع او بهذه الاصابع الذهبيه. تفضل. مثلاً كرة القدم تاريخها مثلاً، تعرف؟ يعني مين اكتشف، مين اخترع كرة القدم؟ مثلاً المصريين. المصريين، والله هي مفاجأة، أنا ما بعرف هالشي. إيه؟ هيك بنفس الطريقة كانوا يلعبوا المصريين القدامى؟ ولا بطريقة مختلفة؟ لا طبعاً بطريقة مختلفة. وتطورت عبر الأيام. نعم، هي معلومة جميلة. أيضاً مثلا بعرف اسماء اللاعبين والفرق يا ريت تحكي لنا، يا ريت. انا بحب بشجع فريق البرازيل وبعرف لاعبينه مثل روماريو وبيبيتو وجورجينيو طيب عظيم انه الواحد يحفظ اسماء، بس دائما الاسم يقترن بالفعل. ما الذي يفعلوه هؤلاء؟ يعني شو بتحب فيهم؟ روماريو بيلعب بخط الهجوم، هو اللي بيحط الاهداف. بيبيتو هو اللي بيصنع الاهداف. عظيم عظيم، بس نحن نعرف ماريو كيف وصل لهالمستوى، شو عمل حتى وصل؟ يعني مع التدريب الشاق وصل على هالمستوى. مزبوط، وانت بتدريبك الشاق وصلت لانك تعزف على البيانو، وحتتدرب اكثر لتعزف اكثر، وحتتدرب اكثر لترسم احسن. ورسمك الان كثير حلو، وانا بحاجه اني اشوفه انا والجمهور نشوف رسمك. وريثما ترسم انا راح اروح اتعرف على اهلك. انا منهم نيالك بهالطفل، الله يسلم لك اياه. سلام، هو كان بيدق احسن من هيك، بس له هلا فتره من قطع وقتي. اللي عارف انه بدكم تقدموا هذا البرنامج، يعني مدام سيلفا ساعدته شوي شي 10 ايام. مدام سيلفا اللي هي بجنبنا الان، مدرسته، قريبته؟ لا مدرسته. مدرسته صديقتك بنفس الوقت. مدام سيلفا يا ترى بتعرف تعزف على البيانو وبتعرف شيء ثاني؟ كويس. بتعرف شيء ثاني؟ بتعرف شيء ثاني غير البيانو؟ لا. يعني ما جربتي مثلا تغني احيانا مع العزف؟ شنتو ميرسي بانا كانتو ميرسي بانا صوبليك نري ميت يركو ميرسي بانا صايك نري
تغيغنير آغان ترم تغيغنير دوك سيرو كارو دي آن مرات بغانير الله 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 صوت ما فهمنا الكلام لكن فعلا سمعنا صوت جميل جدا ويا ريت ترجمينا شو حكيتي عربيا ورد مشان ورد مشان ورد هوب ورد على طول زكريا هوب وين في ورد زكريا هوب يعني ورد يتذكر الحب عندما نرى الورد نتذكر الحب فعلا حب الناس وكل الناس وحب الزهر والطبيعة الحب لا يتجزأ أليس كذلك وحب الأبناء أيضا كيف تصفي حب الأبناء؟ نعم بقدر أصف لك إذا مزوج وعندك أولاد بجوز تعرف شو هو أنا مثلك ما بقدر أوصف فعلا حبي لأولادي فعلا حب الأولاد لا يوصف لأنه قطعة منا وهل يصف الإنسان حبه لنفسه هذا صعب جدا صعب. نحكي عن مواهبك حضرتك وقت كنت صغيرة كتير كنت أرسم كتير كويس ولقيتي تشجيع من أهلك كما يلقى الآن ماهر منك إيه مو بالمدرسة كمان كان في تشجيع عظيم جدا يعني بدنا نحيي أهلك معارض يعني بطلتي هالشيء هلا؟ مو بطلت بالمرة يعني بس ما عندي وقت بقى مثل أول بس أوقات مثلا بيجي مازن ماهر بيطلب لوحة مثلا تكون صعبة عليه أو شيء برسمها بتعرف المعلمة أكيد إنه ما هو بس يعني بتطلع معي مزبوطة عظيم عظيم مشغولة كتير أنت بشو؟ هل عندك شغل معين؟ لا من البيت بس والله البيت شغله ما بيخلص ومعك حق والله وخاصة إذا الرجال ما بيساعد بدي أسأل زوجك ما بتساعده؟ والله طبيعة العمل ما بتسمح ما بتسمح ويعني في مشكلة إذا عرفت شو طبيعة العمل؟ لا ما في مشكلة أبداً نحن عندنا مكتب تجاري وبحكم دوامنا قبل الظهر وبعد الظهر فبتتحمل هي مسؤولية البيت كلها كاملة لكن لازم بيقولوا أنه بين الأب وأبناء يكون في حوار ما بالضبط تعدوا هيك بتتحاور موجود الحوار بشكل دائم بالأوقات القليلة اللي بنقدر نجتمع فيها بعد الغداء مثلا مساء بدنا مضطرين نرجع على مكاتبنا وعلى عملنا بس نخلص بنرجع البيت بنلاقي الأولاد نايموا هذه طبيعة العمل فعلا أنا بحس إنه الطفل بحاجة لأهله بكل دقيقة وبكل ثانية وحتى بيجي بصير هيك يقرب لعند أبوه بده يمسكه بأي طريقة يقول له عود لا تروح بالضبط شكرا كثير لكم على هذا الحديث المفيد جدا الان لمسه من اصابعه الحلوين ويشرح لنا شو هي هالرسمه بيت وواحد عم يلعب بالحديقه بالطابه ونهر وفي جنبه اشجار اللي هو يعني فنك ورسمك بتنقل من الطبيعه وبيت لنسكن فيه ونعيش ودائما البيت هو المكان واحلى مكان في العالم انه الواحد يرجع ويقعد في بيته بشكرك كثير يا ماهر وبتمنى لك مستقبل سعيد وماذا ستصبح يا ماهر؟ طبيب أسنان طبيب أسنان ليش؟ بدي أخدم الوطن مساعد الناس تصليح أسنانه شكرا لأنك جيت لعنا شكرا لأنك زينت قعدتنا وإن شاء الله نلقاك في المستقبل وأنت طبيب أسنان ماهر وأنا بكون كبير هيك ختيار بجي لعندك بتزبط لي أسناني شكرا لماهر طلبي شكرا الآن أيها الأعزاء تحلو الجلسة بمطرب فنان يمتلك صوتا آسرا ويمتلك أيضا أنامل سحرية يعزف على العود ويغني في آن معا والأغنيات سوف تكون عن الأطفال وهذه مفاجأة الفنان عبد الرزاق محمد اهلا يا استاذ عبد الرزاق اهلا وسهلا شرفت وانست وفرحتنا يا اهلا وسهلا فيك الاستاذ عبد الرزاق محمد سيغني للاطفال نغني كلياتنا معه كتابي يا كتابي
أصحابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أحبابي، لما منتلاقى بنسى ألعابي، لما منتلاقى بنسى ألعابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، 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 لما منتلاقى بنسى ألعابي، لما منتلاقى بنسى ألعابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي. كل شي فيك جديد بيسلي وبيفيد، والله يا كتابي سعدي فيك بيزيد، كل شي فيك جديد بيسلي وبيفيد، والله يا كتابي سعدي فيك بيزيد، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أحبابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، لما منتلاقى بنسى ألعابي، لما منتلاقى بنسى ألعابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي. بتعلمني كتير تفكير وتدبير، وبالوقت القصير بشعر إني كبير، بتعلمني كتير تفكير وتدبير، وبالوقت القصير بشعر إني كبير، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أحبابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، لما منتلاقى بنسى ألعابي، لما منتلاقى بنسى ألعابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي، كتابي يا كتابي يا أغلى أصحابي. الله 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 الله، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. وتفضل يا استاذ عبد الرزاق، خذ مكانك وستبقى معنا طيلة الحلقة ضيفا عزيزا وكريما. والكتاب الآن تحول أحيانا إلى التلفزيون، بعض الناس تركوا الكتاب وبدأوا يتابعون التلفزيون، والبعض الآخر استخدم بدل الكتاب الكمبيوتر. هل الكمبيوتر فعلا يغني عن الكتاب؟ هل الشاشة تغني عن الكتاب؟ لا أعتقد ذلك. على كل حال الجواب قادم مع الطفل المبدع أيهم جروس. أيهم قديش عمرك؟ عمري 11 سنة. 11 سنة العمر كله، كنا نقول نحن صغار نتمنى أنت بيصير عمرنا 14، مدري ليش؟ أنت عندك هيك شعور؟ لا. شو بتتمنى تضل طفل؟ ايه احسن، انه اوقات الطفولة احسن من احلى من اوقات الكبار. نتمتع فيها بنمرح فيها بنمرح فيها ونتمتع فيها فعلا مزبوط. يعني انت ما بتتمنى مثلا يصير عمرك 18 20 هيك وتحقق احلامك؟ يعني اوقات الواحد بيتمنى انه يرجع طفل، اوقات بيتمنى انه يكون كبير. حسب أوقات. يعني بتتمنى مثلا ترجع عمرك 4 سنين؟ بتمنى. بتتمنى. شو كان عندك هواية وانت عمرك 4 سنين؟ والله ما بتذكر. بس تذكر 5 6 7 8. وانا كرة القدم دائما بحبها. كرة القدم، كل الاطفال بيحبوا كرة القدم. والكمبيوتر امتى بدأنا معه؟ كان عمري شيء 8 سنين 7 سنين. 8 سنين 7 سنين. وكنت تفهم بالكمبيوتر هيك؟ هو يعني ما كنت، يعني كنت العب فيه بس. العاب. ايه
تجيب ديسكات فقط للألعاب، وبعدين بلشت شو تعمل؟ بلشت أعمل شوية، أخي فهمني شوي برامج. إيه؟ والآن يعني آخر شيء شو عم تعمل؟ وصرت استخدم الكمبيوتر بكثير مجالات. بكثير مجالات؟ وأنت هلا بأي صف؟ أنا بصف السادس. في السادس وتستخدمه بكثير مجالات مثل شو مثلاً؟ مثلاً بستخدمه في برامج الرياضيات. رياضيات وجغرافيا. وانت الان صرت بتعرف معلومات كثير من خلال الجغرافيا. تغنيك عن الكتاب؟ يعني الكتاب دائما لازم نستفاد منه، لابد من الكتاب الى جانب الكمبيوتر. تعال نشوف الكمبيوتر، ومعنا الاستاذ هشام رح يساعدنا الان. ايهم، انت حسب ما حكيت هلا قبل بشوي انك انت بلشت تستخدم الكمبيوتر من فتره طويله، بلشت على جهاز صغير يمكن، ما هيك؟ ايوه. شو كنت تستخدم الجهاز بالفترة الأولى؟ أول شيء كنت ألعب فيه وبس، بعدين صرت شوي يعني أفهم برامج شو شايف. أنا انتقلت أنت لمرحلة متطورة أكثر بكثير من المرحلة السابقة. عندك فكرة هالجهاز هذا اللي عم تستخدمه بالوقت الحالي شو هو؟ هو جهاز كتير متطور، كمبيوتر وبيشتغل على كتير مجالات وبيشتغل على أنظمة كتير مثل الدوس. عندك فكرة شو نظام التشغيل اللي بيشتغل عليه هلا؟ في نظام تشغيل الدوس. أيوة. وفي كمان البيزيك. أيوة. في برامج كثير. البيزك ما هو نظام تشغيل، البيزك لغة برمجة. طيب ترجينا أنت هلا من خلال هذا الجهاز بعض العمليات اللي أنت ممكن تقوم فيها، الاستخدامات للبرامج. تفضل. بالبيزك أنا عامل برامج. طلع البيزك. البيزك. ايوه. هلا نحن هون وين موجودين؟ هو بالكويك بيزك، برنامج بلغه الكويك بيزك. شو هي لغه الكويك بيزك؟ هي لغه مشان برمجه. ايوه. طيب هات لنشوف شو استفدت انت من هاللغه هي، شو عملت؟ مسجل هون برنامج. أنا شايف برنامج كاتبه باسمك أيهم، ما هي؟ أيهم. نحن شو بنقدر نسمي البرنامج بأي اسم؟ هذا برنامج عشان طلعنا مثلا نكتب رقم، طلعنا جدول ضرب تبع هذا الرقم. أها عظيم. بس في سؤال أيهم بدي أسألك إياه. نحن شو يعني إذا بدنا نسمي برنامج معين أو ملف معين، شو الإمكانية نحن نسميه؟ شو معنى مجالات؟ إذا تسمي مثل ما بدك. قديش معنى عدد؟ عنا عدد محدد من الأحرف ممكن نستخدمها؟ إيه، هو فيه مثل فراغ فيه عدد محدد من الأحرف فيك تكتب فيه. أيوة. اسمك إيه؟ أه. اسمه أو اسم البرنامج. أنت ما أرجيتني هون لنشوف هلا شو التطبيق، جدول ضرب؟ إيه، مثلاً تكتب هلا شي رقم مثلاً 7. ايوه. طلع جدول ضرب 7 من 1 من 0 ل10. عظيم جدا، عظيم. وكمان في برنامج ثاني. ايوه. ايهم 2 كمان سميه. هذا مثلا بيطبع لك اسمك على الشاشه. ايوه. مثلا بكتب له مثلا ايهم. بكتب له مثلا بدي اطبع له كم مره نحن بدنا نعيد طباعه الاسم، ما هي؟ ايه 65. اطبع لي اياه 65 مره. بتمنى انك حضرتك تقول لي انت شو تقييمك. والله تقييمي انا بالحقيقه يعني بالنسبه لعمره يعني بحدود 12 سنه مبلش بيستخدم الكمبيوتر بالتطبيقات البسيطه بالالعاب، وقدر ينتقل بعدين لهالتطور الواسع يعني بالحقيقة اللي يعتبر يعني هو المقياس العالمي صار لاستخدام الكمبيوتر اللي هو هذا الجهاز اللي عم يستخدمه، عم يستخدم نظام التشغيل العالمي اللي متعارف عليه بكل أنحاء العالم.
وهذا الشيء يعني بيمنحه إمكانية لأنه يطور هالاستخدام اللي بلش فيه هو بحدود كبيرة. ممكن نقول إنه أيهم جروس مدهش في هذه السن؟ بالحقيقة منقدر نقول هذا الشيء. مدهش أيهم جروس مدهش في هذه السن وهو يقوم بوضع البرامج في الكمبيوتر، وتعالوا نحييه بكثير من التصفيق والتشجيع. حضرتك شو بتشتغل؟ مهندس مدني. مهندس مدني تبني البيوت وتشرف على تنفيذ بناء البيوت، وأيضا تشرف على بناء بيتك من الداخل طبعا، بناء شخصيات أطفالك. كم طفل عندكم؟ شابين، أسامة وأيهم. أسامة عمره 16-14 سنة وأيهم عمره 12. الله يسلم لك إياهن. قلت عنهم شابين وهن فعلا شباب، وشباب إن شاء الله مبدعين ومتفوقين. كيف ممكن، وهذا سؤالنا، أنه الطفل فعلا يطلع جريء مثل أيهم وفعلا يمارس هذا الإبداع؟ كيف عملته؟ خلينا له شوية حرية يعني، واستفاد من وجود أخوه أكبر منه، ساعده هالشيء أنه يكون جريء. ما هي الوسائل فعلا اللي بتخلي شخصية ابن قوية وتخليه فعلا مستقيم بحياته وتخليه مواظب كتير؟ هل هو فعلا أنه نكون صادقين معه دائما؟ هي أهم شيء. بعتقد أنه الصدق مع الأطفال بكل شيء أهم شيء. تحية مرة أخرى لأيهم جروس. والآن ما رأيكم أنه نسمع لصوتين حلوين لعازفتين جدا جدا جيدين لمواهب أخرى مع أختين اسم نازك وناهد والكنية جواد؟ ناهد، احكي لنا عن ملكاتك، احكي للناس شو عندك ملكات. أول شيء بحب الرسم، ويعني هوايتي الرسم. بحب جمع الباربي، وأنا بخير جمع الألعاب العرايس. وجمعتهم لأن لقيت يعني فيهم جمال وحلوين، وأنا بخيط لهم تيابهم. عندي مكنة صغيرة. طيب تعالي نتفرج عليهم. عندها عرايس وعندها هواية في جمع العرايس، هي أول مرة أنا بسمع عن هيك هواية، وهواية حلوة. شرحينا عليهم واحدة واحدة. تفضلي لعندي لهون. لعندي لهون. إيه هي أنا أول شيء سميتها باربي، وهي فساتينة يعني، وهي قطة يعني، هي المكياج والمراية وكل شيء. أيوة، أوضة كاملة. أوضة كاملة. وهي السرير تبعها، وهي جوزة. وهي بنتها وهي أختها، يعني هدول إخواتها. وهي الباربي اسمها ميري، عندها ولد صغير هون. وهل تياب الحلوة أنت بتفصليها كمان؟ إيه أنا فصلها، عندي مكنة صغيرة بشوف شو عنا قماش حلوة بالبيت وبعد بخيط لها. يا سلام يا سلام يا سلام، حلوة، هواية تستحق التشجيع والتصفيق فعلا. تفضلي. وأنت كينا، أنت قربي تفضلي. أنا بحب الموسيقى وبحب المطالعة كتير كتير، وفي عندي كمان بغني قصيدة أنا وأختي بالإنجليزي. فيكن تغنوا بالإنجليزي أنت وأختك. أول شيء نسمع الغناء، شو رأيكم؟ ونزقف له ونشجعهم ونستمتع بصوته. يلا. Donald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With quack quack here and a quack quack there, here a quack there quack everywhere, quack quack. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he has some cows, E-I-E-I-O. With moo moo here and a moo moo there, here a moo there a moo every moo moo. With quack quack here and a quack quack there, here a quack there a quack everywhere, quack quack. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he has some sheep, E-I-E-I-O. The baba here and the baba there, here a ba there a ba everywhere baba. The moo moo here and the moo moo there, here a moo there a moo everywhere moo moo. Quack quack here and the quack quack there, here a quack there a quack everywhere quack quack. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O.
Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he has some hens, E-I-E-I-O. With a cluck cluck here and a cluck cluck there, here a cluck there, cluck everywhere, cluck cluck. With a doom baba here and a baba there, here a ba there a ba, every baba. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo there a moo, every moo. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack there a quack, here a quack quack. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. صعب صعب الغنية وجميلة. برافو برافو برافو. واحدة منكم تشرح لنا شو غنيتوا؟ هالغنية ميزتها انه بتعرفنا على اصوات الحيوانات، بتعلم يعني الاطفال اصواتهم، وبتحكي لنا انه عنده مزارع، عنده يعني بطاط وبقرات وماعز ودجاجات، وبيربيهم منيح يعني، وبيعرفنا على اصواته. عظيم جدا جدا، يلا يعطيكم العافية. ونسمع فورا العازف على البيانو. الواحد بنشوفهم عم ينتجوا هالإنتاج، يصير عنده شعور الفنان بعد ما ينتهي من رسم لوحته، أو المزارع من يشوف السنبلة وهي هيك ذهبية بالشمس ويطلع كيف يحصدها. الله، كلام شاعر. حضرتك عندك شيء هيك كتابات شعرية؟ لا، بس أحب الشعر. بتحب الشعر؟ شو بتحب كمان؟ أحب الموسيقى، أحب القراءة. وأولادك أيضا بيحبوا المطالعة، قلت لي حضرتك بتحب المطالعة كتير. مثل شو؟ مثلا بقرأ قصص الكاتبة مريم خير بيك، كتير حلوين قصصها، مثل رحلة حنين، وفي كمان قصص هي لسلسلة المكتبة الخضراء. وأحيانا بقرأ كتب لوحدين بار، مثل هيفاء بيطار في عندك، كتاب اسمه ورود لا تموت، ما شاء الله، وسعد الله والنوس، قرأت مسرحيته اسمها منمنمات تاريخية. نعم نعم. وفي عنده وداد سكاكيني أقوى من السنين. أنا دكتورة بجامعة دمشق قسم اللغة الإنجليزية، بثينة شعبان. تشرفنا فيك، هذا نقص في المعرفة يعني، لازم أعرفك. أنا آسف جدا، لازم أعرفك. أهلين دكتورة. أهلا فيك، الله يسلمك. حضرتك كمدرسة وفي الجامعة، وبتشوفي بنتك عم تتقدم هذا التقدم، هل أنت راضية عن تقدم بنتك؟ أنا الحقيقة كثير سعيدة يعني بتقدم بناتي، وبعتبرهم رفقاتي الحقيقة منهن صغار. طبعا العلم ما له حدود والطموح ما له حدود، بس الحمد لله بشعر أنه عم يبذلوا جهد وماشيين بالطريق الصح. بسمع الكلمة كثير أنه أنا صديق طفلي، كيف ممكن يعني واحد مثلا عمره 40 سنة مثلا وطفل عمره 6 أو 7 سنين؟ الحقيقة أنا مؤمنة إنه الأطفال يعني بيفهموا وبيقدروا مثلنا تماماً، يعني ما بينقصهم شيء سوى القدرة على التعبير. ومن يوم اللي صار عندي هالبنتين وأنا بشعر إنه هني يعني مثلي حقيقة، ما بده الإنسان يقلل من تقديره لمستواهن ولوعيهن، بالعكس بده. أنا تعلمت كثير من بناتي الحقيقة يعني، وبشعر إنه في عندهم كثير أشياء صح، وبسمع لصوتهم مثل ما بسمع لصوتي الداخلي، بسمع لصوتهم لأنه نقي. بيمثلوا لك الضمير. فعلا بيمثلوا لي الضمير، لأنه بشوفه نقي وبشوفه هو صح. شوف الرسمة الجميلة خلال دقيقتين فقط، احكي لنا. هدول بنات عم بيرقصوا يعني. يعني أنا أكثر شيء بحب الرسم، بنساوي حركات الإنسان، دربت علي كثير، وهي نموذج عن رسماتي إنه بنات عم بيرقصوا، وهي حركة من غنية دي ديوا بيساوها هيك، يعني عم بيرقصوا. وهذا مسجلة أو راديو مطالع صوت،
وهي الأم جاي ما هي؟ نعم. مين هي اللي هون؟ هي لا ايه الأم جاي عم تقولون إنه وطي الصوت شوي. وطي الصوت شوي آه شوفي بتقول لك أمك وطي الصوت شوي أحيانا. ايه لا أنا ما بعلي كتير المسجلة مشان لا أزعج الجيران. وشكرا جزيلا للطفلتين للأختين المبدعتين الفنانتين ناهد ونازك. شكرا لكم. الله يسلمك ويخليك. ميمو قدهما إلى مكانهما في صدر الليوان، وأيضا ننادي ونطلب ونتمنى من الفنان عبد الرزاق محمد أن يأتي إلينا مرة أخرى ليغني. وأنا أطلب منه شيئا، لمن الأغنيات؟ هل الأطفال، للأمهات، للناس عموما؟ من يستحق الأغنية أن نغني له أكثر من غيره في هذه الدنيا؟ قبل ما أغني بدي أوصل شعوري عن اللي سمعته هلا وشفته عن شو اسمه العزفت ما يلي عزفت نازك الله يسلمها يا رب أول شيء. وفعلا إني أنا تفاجأت بعزفة بشكل غير طبيعي وبهنيها عليكم أنتوا وبهنيكم أنتوا عليها. وأرجو إنه يا ريت تتابع مسيرة الموسيقى لأنه في مستقبل لها غير طبيعي. شكرا. هلا تسمحوا لي أغني أغنية وأهديها أول شيء معلش هذا من حقي لوالدتي الحبيبة الله يطول بعمرها وإلى كل أمهات العالم العربي. الأم كتلة عاطفي ودفئة حنين، ومين ما بيعرف حنان الأم مين؟ الأم كتلة عاطفي ودفئة حنين، ومين ما بيعرف حنان الأم مين؟ العم تهز سريرنا بإيد الشمال، تقدر تهز الكون بالإيد اليمين. والدنيا بعيدك فرحة وحب وقلبك طيب وأطيب قلب. الدنيا بعيدك فرحة وحب وقلبك طيب وأطيب قلب. لولا رضاك لولا دعاك، لولا رضاك لولا دعاك، ونور مرافقني عالدرب ما كنت فرحت بأيامي. والله يا أمي ولا كنت بحقق أحلامي، وبنسى همي يا أمي يا أمي. الله يخليك يا رب. لما شافك والورد النادي بأرض بلادي الدنيا تحلى مع أفراحك، والطير غنى لما شافك والورد النادي بأرض بلادي. صبح غصنه بنور صباحي، الدنيا بتحلى مع أفراحك، والطير غنى لما شافك والورد النادي بأرض بلادي. صبح غصنه بنور صباحي يا أمي يا أمي.
الله يخليكي يا رب هبيه. جزيلا للفنان عبد الرزاق محمد وهو معنا حتى نهاية هذه الحلقة، ونهاية هذه الحلقة مع طفلة رولا أسود. رولا أهلين يا رولا، أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ منيحة الحمد لله. مبسوطة؟ إيه. والبابا والماما شلونهم؟ نعم سلمي. صحتهم مليحة؟ أخواتك شو عندك أخوات؟ عندي أخت صغيرة وأخ صغير. أخت صغيرة يعني أصغر منك؟ إيه. قديش عمرها؟ سنتين. سنتين لسه وعم تدير بالك عليها؟ طبعا. شو بتعملي لها؟ بتحطي لها حليب مثلا؟ يعني إذا بدها بيبرونة بعمل لها بيبرونة، إذا مثلا بتكون نعسانة كثير يعني مين ما كان بده ينيمها، يعني مو ضروري ماما، أنا بروح بحط لها مسجلة هي أكثر شيء بتحب تنام على الموسيقى. يا سلام. بحط لها الموسيقى ودغري بتنام. إيه. شو كمان تحكي لي على أبوكي مثلاً، شو صفاته؟ أهم صفة فيه؟ يعني كتير بيصبر علينا، وكتير بحب يعني كتير بحب مثلاً نلعب، إذا بده يلعب معنا بيقعد يلعب معنا. يعني كتير إنه يعني كتير بحب الصغار بحب يلعب معهم خاصة معنا. أنا من كتر ما بلعب مع ابني بيقول يا رب يكبر بابا ويصير رجال، عاد ما بشوفني ولد معه. وابوك هيك ما إيه؟ بيضل بيلعب هيك مثل الاطفال. ايه رولا شو حتعرضي لنا، شو حتفرجينا هلا؟ نعزف على البيانو. عزف على البيانو، وعندك شيء ثاني كمان؟ والغناء. والغناء، وهي شغله مهمه كنت رح تنسيها، رح تعزفي وتغني بنفس الوقت؟ لا كل واحد لحال. مره بتعزفي على البيانو مره بتغني. الله اكبر، مرتين حنشوفها باحلى حالاتها ونزقف لها ونشجعها. يلا تفضل. لسه ما سمعتوا الغنية الحلوة والمعبرة، يلا سمعينا. قديش في مدرستي معلمات عندهم خبرة ومؤهلات، كل معلمة باختصاصها بتغني وتفيد، لولاد بس وحدك انتي يامي معلمتي بكل المواد. قديش في مدرستي معلمات وحدك انتي يامي معلمتي بكل المواد، مادة الحساب علمتيني انه الدنيا زائد خير سلام وامان، خير بيترك كل الشر بيطرح من قلب الاحزان، علمتيني انه الحب اسمة الله لكل انسان. قديش في مدرستي علمات وحدك انتي يامي علمتي بكل المواد، مدى التاريخ أرضنا مش علو الأمجاد أوقد بدم الأحرار، وطن ضميره الحرية خطها بحروف النار،
أرضنا لن تهان في خطوب الزمن، شمسها تخرق الأبصار، نحن لم نرضى يوما بجور العيدة، لا ينام الحر دون الانتصار، لا ينام الحر دون الانتصار. أتعيش في مدرستي علمات وحدك أنت يا أمي معلمتي بكل المواد، أتعيش في مدرستي علمات عندهم خبرة ومؤهلات، كل معلمي باختصاصة بتغني وتفيد الولاد، بس وحدك أنت يا أمي معلمتي بكل المواد، أتعيش في مدرستي علمات وحدك أنت يا أمي معلمتي بكل المواد. الله الله الله. بعتقد أحلى ختام عملته رولا، شكرا كتير يا رولا وميمو. رايح يرافقك إلى مكانك. يا برود، البلد العريقة جدا بآثارها بماضيها وبأطفالها أيضا، تقدم لكم الآن هذه. وشكرا جزيلا للفنان المبدع الفنان المخضرم الضيف العزيز عبد الرزاق محمد، وأشكرك جدا وأرجو أنك تتقبل باسم الأطفال هذه الهدية البسيطة المتواضعة. تفضل. وعم دور لك على ورود. في عنا ورود كتير هون، بدنا ناخذ هيك كميه كبيره نقدمها للفنان عبد الرزاق لانه حضر وشاركنا باسم الاطفال. وانا كمان بدي اقدم للاطفال ورود، وميمو رح يقدم لهم العاب والفرقه الموسيقيه رح تعزف معنا. بشكركم كثير على حضوركم، بشكر الاطفال نجوم هذه الحلقه، بنتمنى نلاقيكم دائما بحلقات قادمه من برنامجكم زينه الدنيا.